عليكم المشاهدين الاعزاء. تبارك الله عليكم، معكم صفاء برمكي مانجر ليدر مع هذه الشركه العملاقه. اليوم جيت نتخاص معكم الفرحه ديالي كبيره، حيت غادي نقوم باحياء هذا الحفل هذا الرائع. ثاني حفل عندي في سنه 2019، من اللي سوين اني ما غاديش نكون بوحدي، وانما غادي يكون معايا واحد السيد اللي فريمون تفتخر به بزاف، اللي هو سياسي الامبلوت. السلام عليكم، مرحبا بجميع الحضور الكريم اليوم. طبعا الحال الشعار ديالنا اليوم متحدين ننجح، عيشوا معنا لحظة زوينة اليوم، ومرحبا بكم، ونتمنى الناس اللي ما حضروش المرة الجاية يكونوا معنا. طبعا هذا الحفل كل شهر، ومرحبا بالجميع. فريمون شي حاجه اللي هي واعره بزاف، بلان دينيرجي بوزيتيف، لا موتيفاسيون، لا كونسونطراسيون ديال لونسومبل ديال الناس اللي حاضرين معنا في ليفيمون. لا بروشين فوا خاصكم حتى نتوما تكونوا معنا. جو تو سوبر ساتردي. خدينا طاقة، خدينا موتيفاسيون، الحضور كان تبارك الله تخي موتيفي. دونك سمعنا مداخلات، قصص، نبغيكم كلكم المرة الجاية إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا بإذن الله، وشكرا.